كنديروا البصله نتاعنا تشحر مع الزيت، كنحركو باش ما تلصقش لينا تحرق. كنزيدو الكفته وكنحركو مزيان، كندمجوها مع البصله. كنخليوها تطيب على نار مهيله مده 5 دقائق 10 دقائق. كنزيدو العطور نتاعنا البصله والكمون والتحميره، التوابل نتاع لي بات كنزيدو شويه، كنخليو شويه للاخر. الربيع نتاعنا كنديروه كله، كندمجوا المكونات نتاعنا مزيان. كنخليوهم يطيبوا على نار مهيله. من بعد ما تدوز واحد 7 دقائق كنزيدوا البرانيه نتاعنا اللي كتكون مطحونه، والقرعه نتاعنا حتى هي اللي كتكون مطحونه، كنخلطو مزيان. بعد ما خلطنا مزيان كنخليوها تطيب على نار مهيله من 7 دقائق حتى 10 دقائق. من بعد ما دازت 7 دقائق كنزيدو مطيشه، كنحركو، كنخليوها تطيب على نار مهيله مده 5 دقائق. من بعد كندوزو نوجدو لاصوص بيشاميل تاعنا اللي كنحتاجو فيها الزبده، الدقيق، كاز الحليب. كنديرو الزبده تدوب فوق البوطه في شي كاسرونه، من بعد ما دابت كنزيدو 2 المعالق نتاع الدقيق، الدقيق الابيض، وكنحركو مزيان. كنزيدو 1/2 كاس تاع الحليب وكنحركو على نار مهيله. كنزيدو 1/2 كاس اللي بقى لينا، وكنحركو مزيان. هيا وجدت لاصوص بيشاميل تاعنا. كندوزو باش نوجدو الطوا باش ندخلوها للفران. كنزيدو هنايا التوابل دوك اللي كانوا بقاو لينا تاع لي بات باش تبقى النسمه. كنديرو طبقه رقيقه نتاع لاصوص نتاع الكفته، كنزيدو طبقه بالورق اللازان، كنزيدو طبقه نتاع لاصوص الكفته نتاعنا، طبقه نتاع ورق اللازان، وفي الاخر طبقه نتاع الكفته ولاصوص نتاعنا. كنزيدو لاصوص بيشاميل وكنوزعوها مزيان فوق الطاوه. كنديرو الجبن تاع المونزاريلا، اللي بغى يدير الجبن العادي يدير الجبن العادي، انا كنفضل المونزاريلا حيت كتعطي واحد المذاق للازان تاعنا. كندخلوها الفران. ها
ها هي وجدت اللازان تاعنا بالصحة والراحة، ونتمنى تعجبكم وتجربوا الوصفة، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا ابوني لاشين جيم. شكرا بزاف.